السلام عليكم اخواني. امس كان مزاد الرجعان يوم 22 نوفمبر، طبعا عرضوا 42 عقار، 11 عقار راحوا بالسعر الابتدائي خاصة مدينة ابو فطيرة، و15 لم تتم عليهم المزايدة بسبب غلاء الاسعار. على الرغم من أن الأسعار اللي كانت موجودة أو المطروح فيها هو سعر السوق، أراضي بفطيرة 500 متر تم بيعها بسعر 400,000 دينار كويتي، هذا يعني أن سعر المتر 800 دينار، هذا يعني أن 400 متر في بفطيرة من اليوم سيبلغ سعرها 320,000 دينار، بينما هي تعرض 380 إلى 400,000 دينار. هذا يعطينا مؤشر قوي بأن السوق العقاري كما وضحنا من السابق إخواني، سوق العقاري يعاني من أزمة اقتصادية محلية وهي نتيجة أزمة اقتصادية عالمية، ولذلك ليس هناك من يتجرأ لشراء أي عقار في الفترة الحالية أو أنه يشتري للمستقبل خاصة بهذه الأسعار. الأسعار التي تم شراء أراضي بفطيرة أقل من سعر السوق، وهذا ينبه إلى أن الأسعار وانحدار هذه الأسعار في المرحلة القادمة سوف يكون واضحا للجميع. قلنا وأكدنا بأن الأسعار سوف تهبط، وسنة 2023 ستكون بداية هبوط الأسعار.